السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كثيرا ما نشاهد أكثر الأحيان عرج أو عدم القدرة على المشي عند الأقنام أو الخراف بدون ما نعرف السبب أو طريقة العلاج الصحيحة، فتابعوا معنا الموضوع لأهميته لكل مربي أقنام وكيفية علاج هذا المرض وطريقة الوقاية منه، ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة، جزاكم الله كل خير. مسببات العرج أو عدم القدرة على الوقوف والمشي عند الأقنام كثيرة، واليوم نذكر أهم أحد هذه الأسباب والمعروف باسم تعفن الظلف المعدي أو تعفن الأظلاف. طبعا هذا المرض من الأمراض الجرثومية المعدية اللي تصيب أظلاف الأقنام وتؤدي إلى انفصال الظلف وسقوطه في المرحلة النهائية للمرض. المرض يصيب جميع الأعمار والسلالات عند الأقنام ويصيب الماعز أيضا. أما مسبب هذا المرض فهو البكتيريا المغزلية الناخرة وحدها أو يشترك معها بكتيريا أخرى مثل اللولبية بنورتا لإحداث الإصابة. وطريقة انتقال العدوى أو المرض بين قطيع الأقنام أو الخراف فهي تنتقل من الحيوان المصاب إلى السليم بوجود الرطوبة والتربة الملوثة بالبكتيريا، ولا تنتقل من الحيوان المصاب إلى السليم إذا كانت أرضية الحظيرة أو التربة جافة. لذلك تعتبر الرطوبة هي أكثر عامل مسبب لانتقال المرض من الحيوان المصاب إلى السليم. فالإصابة بمرض تعفن الظلف تحدث نتيجة وجود رطوبة مستمرة وحدوث جروح أو خدوش بين الظلفين، وهذا الأمر ينشط البكتيريا المسببة للمرض وانتشار الإصابة في قطيع الأقنام. أما الأعراض الظاهرة للمرض فهي العرج، فيكون بقائمة واحدة أو أكثر، ونشاهد الأقنام المصابة أحيانا تزحف على رسقها في المراعي، والكباش إذا أصيبت قوائمها الخلفية لا تستطيع القفز وتلقيح النعاج في موسم الحناء أو التلقيح. وينتج عن العرج هذا فقدان في وزن الحيوان المصاب نتيجة قلة شهية الحيوان للعلف أو المرعى، وأيضا نتيجة ارتفاع حرارة الحيوان المصاب، وانبعاث رائحة كريهة من مكان الإصابة بين الظلفين، ونشاهد على الوجه الداخلي للظلف مناطق نخرية تتسبب في تلف الطبقة القرنية وانفصال الظلف في المرحلة النهائية أو المتقدمة للمرض. أما طريقة العلاج للحالات المصابة فيجب أولا عزل كل حالة مصابة أو نلاحظ عليها عرج عن الأقنام أو الخراف السليمة، ويتم غسل الأظلاف وتنظيفها جيدا بماء وملح وإزالة التعفنات والتقرنات بمقص خاص للأظلاف، وتطهير الأظلاف بمحلول مطهر مثل الفورمالين أو التطهير بكبريتات النحاس أو كما تسمى الجنزارة. وفي حال لم يتوفر الفورمالين أو الجنزارة نضع بخاخ مطهر ومعقم مثل الأوكسي سبراي أو كما يسمى البخاخ الأزرق، ونحقن الحيوان المصاب بمضاد حيوي فعال مثل البنسلين وستريبتومايسين بالعضل لمدة 4 إلى 5 أيام، ونعطي الحيوان المصاب خافض حرارة في حال ارتفاع الحرارة عند الحيوان المصاب، ووضع الحيوان المصاب في مكان جاف تماما وخالي من الرطوبة، ونستمر بالمعالجة لحين شفاء الحالة تماما. أما للوقاية من هذه الإصابة فيجب تنظيف الحظائر جيدا وتجفيفها من الرطوبة وغسل الأظلاف الطويلة للأقنام أو الخراف، وعمل مقطس لتعقيم أظلاف الأقنام بوضع محلول من الفورمالين أو كبريتات النحاس في المقطس، وتجنب رعي الأقنام في المناطق الرطبة والمحافظة على الحظائر جافة ونظيفة، وأيضا نتأكد من عدم وجود إصابات أو وجود حالات عرج في الأقنام اللي نشتريها من مناطق أخرى، وعدم خلطها مع الأقنام السليمة حتى نتأكد من خلوها تماما من مسببات الأمراض أو مرض تعفن الظلف. وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.